السلام عليكم، معكم بشرى كويزين. اليوم ان شاء الله قبل ما ندوزوا الوصفه ديالنا الجديده، نخليكم ونشارك معكم تشوفوا اجواء تولوج اللي صبحت اليوم. ما شاء الله المنظر زوين، واخا ما كاينش البرد ولكن الجو رائع، كل شد الدنيا بيضه. بالنسبة لوصفتنا اليوم، واحد لي ساندويش عجبوني بزاف، شفتهم في التيك توك، كيديرهم بالخبز ديال التورتيلا، ساهلين وبساط ولذاذ في نفس الوقت. بالنسبة انا العمارة اللي غادي ندير، انا اول حاجة غادي ندير واحد اومليت ديال ثلاثة البيضات، ساهل بحال هكذا، مع شوية زبدة ومليحة. تقدري توجديهم باي عماره عندك، الدجاج، اي حاجه اللي عندك تقدري ديري، وكيجيو حتى حلوين. تقدري حلوين ديرهم بالفريز، بنان، نوتيلا، كيصلحوا بزاف الوليدات، ليكول ولا بوطالانج. بالنسبه للمقادير، عندنا واحد حبه ديال الافوكا مقطعه هكذا رقيقه، عصرت عليها شويه العصير الحامض، عندنا بصله حمراء مشلضه هكا، وعندنا فخوماج ديال الساندويش، هذا فخوماج سويس، شويه ديال الطون، دوائر ديال المطيشه، وبالطبع هذيك البيض اللي درنا اومليت. والخبز ديال التورتيلا كنقطعوه هكا حتى للربع باش كيجينا في الطويه سهله. نبداو ان شاء الله بالساندويش الاول. كناخذوا شويه ديال الافوكا، كنسرحوها في الربع، شتو شويه ديال البصله، بصله حمراء، كتكثري وكتنقصي على الذوق ديالك كيف ما بغيتي. نديرو الطون، ترونش ديال المطيشه ولا زوج على حسب. نشدو هذاك الطرونش ديال الفرماج، كنحطوه على الطون، تقدري تحطيه على مطيشه، تحطيه على الطون، انتي غادي تنوعي وكيف غتبدعي هذيك الساعه. وبالنسبه للي صوص، كل واحد يدير لي صوص على حسب الذوق ديالو. بالنسبه انا هذا الساندويش الاول بغاتو بنتي، بغات فيه شويه صوص الجيريان والحار، ونتي ديري لي صوص اللي بغيتي، ديري مايونيز، ديري كيتشوب، اللي بغيتي، الحار، كل واحد على حسب الذوق ديالو. دابا نبداو نطوي فيهم على هاد الشكل، وغادي نبقى دايرين هكذا. دابا ندوزو للساندويش الثاني، كنديرو واحد القياس ديال البيض، هذيك الاومليت، واحد طرونش ديال المطيشه، نديرو ناخذو طرونش ديال الفرماج كنحطو فوق من البيض، نديرو الافوكا، نقدروا نزيدو حتى الخيار اذا كان عندك الخيار هكا دواور، تاهو يجي مزيان. انا هنا في حاله درت شويه صوص الجيريان، صافي، ونبدا نطوي في الساندويش.
نحطوه على هذا الشكل، كنكونوا ديجا موجدين هذيك لاباري ديال البانيني باش كنبريسيوهم غير شويه، نخليهم غير شويه غير باش يديروا هذاك الشكل ديال لينين في الساندويتش، كيجيو على هذا الشكل رائعين ولذاد وساهلين. كنتمنى ان شاء الله يعجبوكم، انا نحاول نقطع لكم وحده تشوفوا من الداخل كيفاش كيجيو. كيجيو مستفين ومقادين، كيجيو منظر زوين والمذاق حتى هو زوين. ان شاء الله يكونوا عجبوكم وتجربوهم ان شاء الله لوليداتكم وليكم حتى نتوما، علاش لا.